السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في داخل وخارج وطن، مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناة أونو هناك ديزاد. كما وعدناكم كالعادة ضيفنا اليوم هو المحلل التلفزيون الجزائري السابق عبد النور كريبازا، المقيم حاليا في مدينة كيباك كندا. نشكرك على التواصل معنا أخ عبد النور. السلام عليكم الهواري، ويعطيك الصحة وبارك الله فيك. كم هي الساعة عندكم في كندا؟ راهي الخمسة غير عشرة تاع الحشية. نشوف راه النهار عندكم الله يبارك. وي وي دوك الخمسة ومعها كاين المغرب يعني. الله يبارك. ما نطولوش على مشاهدينا. اليوم ما أدري شو صار في المقابلة، كانت متوسطة. أول حاجة هي مبروك لنا الفوز وبقاء سلسلة عدم الانهزام لواحد اللي رانا في 21 مباراة. وما يخفاش لكم عدنا 31 سنة لم نفز على زيمبابوي من 1989. صحيح هواري، يعني تشوف الشيء الإيجابي في المباراة دي، ويعني بقينا في النتائج الإيجابية، ظن 21 مباراة بدون انهزام، وحتى كما قلت انت 31 سنة ما لما فزناش على هذا الفريق، فريق اللي دائما كان يشكلنا مشاكل، واليوم الحمد لله يعني الصح هو النتيجة تاع المباراة باش يعني يزيد حتى الثقة اللاعبين، وحتى ممكن يعني نكونفيرمي ولا كاليفيكاسيون تاعنا على البكري، يعني قبل زوج ولا ثلاث مباريات قبل ما يخلصوا التصفيات. ندخل في صلب الموضوع اخويا عبد النور. الله اعلم، انت هو المحلل وانت هو اللي تعطينا رايك. انا حسب الجماهير، حسب ما الاصداء يقولوا، مقابله متوسطه فوق المتوسط. ما هو تحليلك على المباراه؟ هو صحيح يعني، وزيد كما كانت منتظره صراحه، يعني ما كناش كنا نتوقعوا ان تكون فيه صعوبات بعد رجوع من يعني المباريات اللي بعد الكوفيد هذا، وزيد المباريات تاع البطوله تاع اللاعبين تاعنا، حتى خاصه من الناحيه المعنويه، هذا كل شيء كانت يعني متوقع انه المباراه ما راحش تكون ممتازه ولا تكون فيها يعني مستوى عالي، يعني دائما كنا نقولوا بلي نديروا مباراه نقولوا متوسطه ولا فوق متوسط، وهذا اللي كان اليوم، انه اليوم ما شاهدناش مباراه كبيره، شاهدنا يعني مردود متوسط يعني من الناحيه الفرديه والجماعيه. المنافس كان عنيد خاصة في بداية المباراة، كان تكتيكيا كان في المستوى، لعب البلوك با، وهذا سمعت. هذا هو اللي سبب لنا شوية مشاكل، ما صبناش الحلول، لكن بعد الهدف الأول الحمد لله الفريق يعني استرجع الإمكانيات تاعه وعرف كيفاش يسير المباراة. الأخ عبد النور، شتنا في بداية المباراة كما قلت كان ضغط من منتخب الزيمبابوي، كانت بداية ممتازة. المنتخب الوطني نجم نقوله في الشوط الأول ما داش أمور مليحة، ولكن كانت الفعالية، كان عندنا فرصتين سجلناهم. الهدف صحيح. تفضل. صحيح يعني حتى تشوف، لأنه باش تشوف باللي قبل ما نخلقوا فرص حنايا، الفريق الزيمبابوي كان عنده فرصتين، لولا مبولحي اللي كان في يعني في كان اكثر تركيزه في المرصاد اللي ما خلاش انه الفريق زيمبابوي يسجل، لكن بدايه يعني جد محتشمه من طرف لاعبينا، ما كانش فيه سرعه، ما كانش فيه ريتم، لكن اللقطه يعني الكره اللي لعبناها سريعه يعني بسرعه، وين تحول من حاله دفاعيه الى حاله هجوميه. الهدف الاول اكزاكتومون لا ريكوبيراسيون دو بالون، مشينا يعني في لي زيسباس، هذاك يعني اللقطه الاولى وين لعبناها سريعه، سجلنا الهدف الاول يعني بعد التسديده تاع فغولي، لكن الهجوم بنجاح كان في المكان المناسب، هذاك هو المكان وزيد يعني شوف بالقراءه اللعب تاع بنجاح هواري، تشوف هو اللي مشى بالكره كانت تحت يعني لا لين ميديان تحت تحت السونتر، مشى بها هو اللي مدها للفغولي ومشى بسرعه للامام والحق على الكره، الحق على التسديده تاع فغولي. قلت لك اللقطه الاولى يعني اكيد يعني شوف يشم الكره، لما الحارس دار غلطه وينطلق الكره كان هو يعني سبق المهاجم، يعني شم اللاعب اللي يشم الاهداف هذاك بنجاح، لكن بعدها يعني بعدها خلينا يعني بدينا
نتحكموا في المباراة، بدينا نلعبوا في عرض الملعب، يعني نوتيليز يعني عرض الملعب، وهذا الشيء اللي كان لازم او ديبار، لانه الفريق تاع زيمبابوي كان يدافع بعشرة لاعبين في خاصة في يعني في عمق الدفاع، كان بامكاننا نلعبوا على الاطراف في الديبي، لكن مع في الديبي ما كانش كاين حلول، سواء محليمية ولا بن سبعيني ولا ابراهيمي مع محرز، ما كانش يعني فيه دونسيتي في لي كوتي. هذا الشيء اللي يعني خلقنا صعوبات في البدايه، لكن ومن بعد فهمنا يعني، وبالك تعليمات تاع جمال بالماضي، هذا اللي خلى انه حتى الهدف الثاني جاء يعني بطريقه يعني كانت لمسه من محرز تاع يعني سحريه بالتدقيق الى راس مجيء فغولي من بعيد حتى يعني سبق الدفاع لفريق زيمبابوي. هذا يعني الهدف الثاني. نعم، اللاعبين الكبار هنا تلقاهم تحتاجهم عادية كي تكون صعوبات هنا اللي يصنعوا الفرق، وهذا الشيء اللي صرا من طرف رياض محرز. ولكن شاهدنا انه رياض محرز ما كانش بامكانياته، خاصه الذهنيه يا هواري، تحس بلي هذا اللاعب راه متاثر ذهنيا، خاصه يعني المباراه الاخيره اللي ما لعبهاش ضد ليفربول كان يقارع فيها هذه. والفوز تاعنا، الفوز هذا الحاجه اللي مليحه فيه، ما غير المستوى كان متوسط ولا فوق المتوسط، فوزنا بفوز بدون جهد كبير، ما ونابا عرفنا كي نجيروا الماتش باش نلعبوا لقاء العوده في هراري بعد ان شاء الله. هذا احنا ولات اصبح حاجه ممتازه، هذا هو يعني شخصيه المنتخب وشخصيه المنتخبات الكبيره، كيفاش تسير يعني فتره اللي فيها اسبوع اللي فيها زوج مباريات او فيها ثلاث مباريات، هنا تدخل يعني عامل الخبره والشخصيه تاع الفريق. اليوم شاهدنا انه بعد الهدف الثاني، وخاصه لما سجل في الدقيقه 70 الهدف الرائع تاع محرز، تحس باللي خلاص يعني بدينا نشيلوا في الماتش. صراحه الشوط الثاني المنتخب الوطني كان غائب، وكانت بنقولوا كانت كما نقولوا المنتخب زامبيا سيطر على تقريبا 30 دقيقه الاولى، هو اللي سيطر، هو اللي دار اللعب. والمنتخب الوطني حسينا باللي بعض اللاعبين تعبوا من ثلاث طهرات، المنتخب الوطني شاب اللي طهرات بدايه المشاكل، ماغرب العمري كان مصاب وقالها المنتخب الوطني كان مصاب، ودخله باش يوجده المباراه باسكو على باله بلي مباراه تاع زامبيا القادمه حتكون زامبيا زيمبابوي في هراري حتكون صعبه، حتكون ضغط. اليوم دخل الله اعلم، انت تعرف بلي دخل بالعمري ماغري ناقص منافسه وكان مصاب، دخله باش يوجده لمقابله العوده. اكيد يعني شوف مام حتى تكلم عليها في مع نهايه المباراه، قال لك ما كانش 100%، عنده بزاف ملعبش، لعب 30 دقيقه مع ليل، وزاد دار اصابه كان خفيفه، وما كانش 100%، وحنا خذينا قرار انه ما يكونش في الاساسي، لكن دخوله اليوم وممكن راح يكون اساسي اكيد، هذه يعني قراءه على استراتيجيه المدرب. وزيد الحاجه الايجابيه انه الكاف سمحت انه يكون خمسه يعني تغييرات، وهذا الشيء ايجابي. قلت لك بعد الهدف الثالث بدينا نجيريو في المباراه، رغم كما تكلمت قلت انت زيمبابوي في الشوط الثاني كان احسن، ممكن عفانك هواري دار ضغط، لكن ممكن عامل النتيجة على بحيث 2-0 نبدأ نجيري وال معليش معليش هذا هي كواليس هذه كواليس معليش مرحبا بها هاي الضيفة عندنا. قلت لك هذا الشيء عامل النتيجة 2-0 يعني بعد في الشوط الأول، هذا اللي خلات ممكن كان يعني ريلاشمون توا من بعض لاعبينا، لكن يعني تشوف على العموم أنه سيرنا المباراة وفرضنا شخصيتنا على هذا الفريق. لك ما جنة هدف ثالث من محرز بخدمة انديفيديال، هدف رائع، هو يعني الوان تو مع ابو نجاح، ولكن المدافع اللي رجع للكرة، لكن تحس هنا لما غير الريتم يعني وين اكسيليرا محرز في يعني في المنطقة 18 متر، ويعني بكل يعني أرياحية، وين كما يقول لك وين في ناس وين لابيشنات، هذيك سيت التروازيام بيت. والجمال بالماضي بعد الهدف الثالث انه خرج محرز يعني باش يخليه المباراه العوده. اي نكونوا صراحه هذه المقابله ما شفناش فيها حوايج كبار، المهم ثلاث نقاط اكيد درنا اكيد درنا رجل الاولى في تقريبا خصنا نقطه واحده ونتاهلوا شيء هذا ايجابي،
ونقولوا تأهلنا صاي باسكو باقي لنا مباراة في الجزائر مع بوتسوانا. لا نشوف هواري المهم حنا اوناجيري لو ماتش ودي فوا دي فوا تربح بدون اداء وهذه هي كره القدم هذه هي. لا احنا التاريخ يعني ما كانش اداء ما كانش اداء ضعيف وما كانش اداء ممتاز، كان اداء متوسط. ما شاهدناش لاعبين اللي كانوا بدون جمهور وبدون جمهور لاول مره بدون جمهور اثر يعني اثر شويه سي ديفيسيل تلعب بلا جمهور بالنسبه للاعبين، لكن تحس يعني بقينا في لي فيكتوار بقينا في ديناميكية الانتصارات جيرينا سجلنا أهداف. أخ عبد النور نروحوا لتحليل اللاعبين باختصار حول أداء تشكيلة المنتخب الوطني. نروحوا لمبول الرباعي الدفاع مبولحي حليمية بن سبعيني طهرات ماندي. والله بالنسبة لمبولحي يعني الحارس يعني معروف ودار يعني كالعادة دائما حاضر بشخصيته في يعني في الصندوق دخل 18 متر مع دفاعه، يعني كانت عنده زوج فرص صعبة. لا 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 نحيها دقيقة لا خلينا نعاودوها نعاودوها غير ما تلها والو خليها راني نهضر مع عمو مزيديش عيطيلي اوكي انا راني هارب راني عند جاري تحت اليوم نهار كحل كاع حبستها لا ما دوك نعاود لها مونتاج هاي تمشي خليها تمشي مي بون ايوا كات 5 مينوت ونولي كي بالنسبه لمبولح يعني شاهدنا يعني عاودوها الاخ عبد النور نروحوا الان لتقييم اداء لاعبي المنتخب الوطني باختصار ما هو رأيك في رباعي الدفاع بولحي حليمية بن سبعيني طهرات ماندي؟ والله صراحة بالنسبة لمبولحي يعني كان واقع يعني كان مركز كان يعني دائما مع المدافعين يعني يتكلم كثير شخصيته مع المدافعين شاف باللي يعني كان بعض الهفوات كانت لفريق زيمبابوي خاصة في بداية المباراة كان عنده يعني زوج كرات صعاب يعني وكانوا خطورة بالنسبة لمبولحي، لكن كان يعني تصدى لهم وكان في المستوى وعاهدنا يعني مبولحي دائما حاضر في المباريات هذو يعني كان مستوى لبس به. بالنسبة للحليمية يعني مباراة يعني مقبولة من ناحية الدفاعية كان ممتاز رغم أنه من ناحية الهجومية ما جابش هذاك كثير من ناحية الهجومية. بالنسبة لبسبعيني نفس الشيء دفاعيا يعني كان لاباس كان دائما متألق اللعاب اللي راهو يزيد من المباراة للمباراة، لكن اليوم ضيع بعض الكرات. على العموم الظاهرين كانوا يعني أداء مقبول. بالنسبة للمحور الدفاع ماندي وطهرات يعني شاهدنا أنه كان تفاهم بين اللاعبين هذو رغم أنه طهرات في الشوط الثاني شاهدنا أنه تعب من ناحية البدنية وهذا يعني نقطة استفهام بالنسبة لهذا اللاعب ممكن خطأ إصابة أو شيء من هذا القبيل، لكن على العموم رغم بعض الهفوات خاصة في الهدف اللي تلقيناه رغم أنه تسلل لكن بعض الهفوات وراء دفاعنا إن شاء الله هذا يعني الأخطاء هذو ما يكونوش في المباراة العودة. على العموم دفاعيا كنا يعني مركزين وكان يعني أونيتي أورغانيزي في الدفاع. ثلاثي الوسط عبيد بن ناصر فاغولي. والله شاهد داروا مباراه لاباس بها خاصه عبيد يعني من ناحيه لو فوليوم دو جو اللاعب اللي دخل في المباراه بسرعه عكس اللاعبين الاخرين. شفنا هاد عبيد يعني استرجع عده كرات كان اغريسيف كان يعني ياخذ المعلومه من قبل لعب سريع يقرا اللعب مليح. بالنسبه لبن ناصر يعني بدون تعليق بالنسبه لبن ناصر هذا اللاعب اللي راهو يزيد من المباراه المباراه يعني ذكاء كبير استرجاع كرات يعني يوجد الحلول. بالنسبة لفغولي تجربته
اليوم شاهدناها انه لما يحب يكسيليري يكسيليري، لما يحب يشد الكره شاهدنا انه في الكره الهدف الاول شوف كيفاش مشى بالكره وسدد. لعب اللي يعني تجربه كبيره بالنسبه لهذا هذا اللاعب. وسط ميدان ثلاثه في وسط ميدان يعني كانوا يعني داروا مباراه في المستوى. ابراهيمي محرز بنجاح، والله لما تقارن بين ابراهيمي ومحرز وبنجاح تقول اليوم ابراهيمي دار احسن مباراه بالنسبه لي. يعني عندنا بزاف ما شفناش بهذا المردود، لعب اللي كان يوجد الحلول، يحوس على الواحد اثنين مع بنجاح ومحرز وحتى مع بن سبعيني. لعب اللي دار اليوم مباراه، اليوم حب يعني يفرض وجوده، حب يعطي صوره الجمال بالماضي انه راني يعني مازال باش راني هنا باش نكون اساسي باش تتكل عليا في المباريات القادمه. بالنسبه للمحرز يعني محرز رغم انه يعني دار الهدف وعطى يعني تمريره الهدف الثاني، لكن من الناحيه النفسيه شاهدنا انه اللاعب هذا راه محبط من المباراه الاخيره. نتمنوا المحرز يعني يمشي من هذول المشاكل هذو مع مانشستر سيتي ولا مع غوارديولا، يفرض وجوده انه لاعب كبير ونعرفوه انه الكل يعني احنا الكل يعني وراء هذا اللاعب هذايا. لو جايين مباريات يعني حاسمه بالنسبه للفريق الوطني سواء كاس العالم سواء تصفيه كاس افريقيا، اللاعب هذا محتاجه للفريق الوطني. ان شاء الله يتفادى هذه الاشياء ويرجع يعني محرز اللي شاهدناه في المباريات الاخيره وحتى في كاس افريقيا. بالنسبه لبونجاح يعني ضيع عده باركولو كما قلت على الخطوبه تاعو. بنجاح يعني شاهدنا انه لعاب اللي يحوس يصيب الحلول بالنسبه للاعبين تاعنا، يخرج يستلم الكره يخرج المدافعين رغم انه ضيع بعض الكرات وبعض يعني الفرص، لكن يعني تسجيله الهدف والاستراتيجية تاع الجمال بالماضي انه اللاعب هذا يلعب 70 دقيقه باش يخليه المباراة العوده. لعاب اللي لما يدير ضغط على المدافعين تحس بلي حاجه ثقيله على المدافعين فريق الخصم، نظن مردود لا بأس به، بإمكانه فعل يعني أكثر بنجاح. على العموم الفريق الوطني تاعنا يعني ما دارش مباراة ممتازة وما دارش مباراة سيئة، نظن كانت بريفيزيبل أنه يكون المردود هذا، لكن ممكن في المباراة العودة يكون مردود آخر ويكون ريتم آخر وتركيز آخر، لأنه عامل النتيجة هو اللي لما تكون رابح 3-0 أوتوماتيكمو ينقص الريتم ينقص التركيز، يبدأوا يجيروا الماتش على بالهم بلي عندهم سافر غد يعني غدا ورايحين يلعبوا بعد 3 ايام في مباراه في افريقيا. يعني كل واحد حب يخلي الخزان تاعو من الناحيه البدنيه للمباراه الثانيه، وهذا الشيء يعني بريفيزيب. على العموم النتيجه مرضيه جد ايجابيه في ديناميكيه الانتصارات، 22 مباراه بدون انهزام شيء جد ايجابي انجاز. نتمنى ان شاء الله يعني المزيد من التالق للفريق الوطني تاعنا. الرباعي اللي دخل في البدلاء بالعمري ادم زركان وعريبي، والله بالنسبه لي وقت ما نجموش نحكموا عليهم ودخلهم يعني في ظروف يعني لاباس، كانوا فايزين ب3-0. لعب زرقان ممكن شاهدنا انه لعب اللي يعني عنده فوليوم دو جو، شاهدنا انه دخل وبدا يعني يفرض في وجوده. بالنسبه للعريبي ما لحقوش كرات، نعرفون العريبي يعني يلعب بالراس يحب الكرات في العمق في المساحات، وهذا الشيء اللي ما كانش كاين. لكن هادو اللاعبين لازمنا نصبروا، والناس معروف يعني بالمستوى تاعو شونجمون بوخطط موس باش يخلي ما نصب. وكانت عنده استراتيجيه يعني لما نسجل ونكون فائز متقدم بزوج او ثلاثه راح يكون يعني خمسه تغييرات، وهذا الشيء اللي كان. بالنسبه للزرقان والعريبين لاعبين جدد راهم يتاقلموا يعني من مباراه لمباراه، ان شاء الله كما قلت ممكن نتأهلوا قبل زوج مباريات، ممكن يكون عندهم لوطون دو جو في المباريات الجاية ولا المباريات الودية في مارس. اللاعبين هذو لازمنا يعني عندهم مستقبل ونصبروا عليهم. على العموم الفريق الوطني راهو في الطريق الصحيح، وإن شاء الله يعني راح نهدف بهذو اللاعبين بهذه المجموعة. نقول لك هواري الناصيري لك أنه ننجموا نلعبوا مع أي منتخب في العالم بهذا الكمية تاع اللاعبين والعامل تاع الجمال بالماضي والطاقم الفني. نظن الفريق تاعنا راه في احسن ظروفه، تاهلوا ان شاء الله يكون قبل يعني درنا كل يوم يعني يوم الاثنين ان شاء الله، ما قلنا يوم الاثنين ستكون مباراه
هذه تكون مباراة تجربة المنتخب، وكما يقولوا بس غادي نلعبوا في ظروف شوية صعبة، حنلعب على الساعة الثالثة بتوقيت زيمبابوي، الثانية بتوقيت الجزائر، حرارة حوالي 29-30 درجة، رطوبة كبيرة، وهذه المنطقة هي في فصل الصيف، وأنا هذه المنطقة زرت بوتسوانا وزرت زامبيا، شفت الأمور. لو نتفادى الهزيمة ستكون ما يقولك لابيلفي صحيح، يعني شاهدنا صحيح احنا تعرف افريقيا هواري، يعني المباراه حتكون مباراه اخرى في هراري، حتكون ماشي متشابهش كاع المباراه تاع اليوم، لكن الفريق تاعنا يعني حاضر، يعني يتجاوز هذو يعني الصعوبات ان شاء الله، نتمنى انه يكون راح نشاهدوا مباراه اخرى ما راحش كاع تكون كما هذه ان شاء الله، يعني يكون الفريق الوطني يكون حاضر في هذه المباراه، ممكن بيكونوا بعض التغييرات واحد او اثنين ممكن استراتيجية جمال بالماضي إن شاء الله، أنا كما يقول أنه جمال بالماضي راح يدير كما يقول تغييرات، ممكن جمال بالعمري يكون في التشكيلة الأساسية، بعض اللاعبين يخليهم يعني بالك في الوسط الميدان يكون قديورة، هذا كل شيء يعني هذه اختيارات المدرب، لكن على العموم أنا متفائل هواري أنه ممكن إلى ما فزناش نديره التعادل، نظن أننا نستبعد قاع الخسارة في هراري، وإلى فزنا راح يعني نتأهلوا مباشرة الكأس إفريقيا، وإن شاء الله تكون يعني زوج مباريات الآخرين يكونوا مباريات تحضيرية للتصفيات كأس العالم. آخر كلمة للمشاهدين تاعنا تاع قناة عروف الإنجليزية باختصار. والله يعني نتمنى لهم ممكن يعني أصدقاء تاعك يشوفوا أصحابك ممكن. أكيد يعني رام يشوفوا التحليل معك في الصفحة تاعك هوارين، يعني سلموا لهم، وإحنا دائما إحنا في الخدمة إن شاء الله، ونكون نحلل مباريات. الأكيد يعني متوحش العائلة أصحابي كل شيء، كما يقول لك هذا هو، رانا في الغربة نتجاوزوا هذه الأشياء، نتمنى التوفيق يعني للفريق الوطني، وإن شاء الله نكون يعني فرحانين بالتأهل كأس إفريقيا وكأس العالم 2022 إن شاء الله هوري. وتحية للجيش الأبيض في الجزائر، المستشفيات اللي إن شاء الله ربي بعدنا هذا الباء والبلاء إن شاء الله والبلاء. آمين آمين يا رب العالمين، آمين إن شاء الله، وإن شاء الله اللي كما يقول لك اللي راه مريض ان شاء الله ربي يشافيه، وان شاء الله يرفد ربي علينا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا اخ عبد النور، وفي فرصه اخرى باذن الله ان شاء الله هواري، بارك الله فيك، شكرا، مع السلامه.